أحب اللي يحب الخير، أحب اللي يحب الخير، أحب اللي يحب الخير وأحب اللي يحبونه، أحب اللي على ما قيل يزن الحق بعيونه، أحب اللي يحب الخير وأحب اللي يحبونه. مع القرآن والسنة رب الكون يرجونا، كما البستان بزهورة على حسنه سهلونا. يا لا 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 يا لا لا لي، يا لا لا يا لا يا لا لا يا لا 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 يا لا لا لي، يا لا 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 يا لا لا لي. أحب اللي يحب الخير وأحب اللي من الوحيين من شاهم راب البيت يرضونه، على سنه عن البدعة تراهم ما يودونه، من الوحيين من شاهم راب البيت يرضونه على سنه. حياكم الله من جديد يا أهل الخير، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وأصلي وأسلم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. من الخير اللي فيكم يا أهل الخير تحبون تزورون المريض، إن كان في المستشفى أو كان في البيت أو كان في مجلسه، ولكن خلنا نتذاكر مع بعضنا بعض آداب زيارة المريض. طبعا أنتوا تعرفون كلكم فضل عيادة المريض، وهذه ما راح نذكركم فيها، ولكن نتذكر مع بعضنا البعض بأن إذا زرنا المريض نختار الوقت المناسب. اختيار الوقت المناسب لزيارة المريض، أيضا يمكن الأطباء يقولون هذا المريض ممنوع عنا الزيارة من قريب أو بعيد لوضعه الحرج أو لوضعه الحساس، فما يجيب دورنا إحنا نلح ونصر إلا لا هذا بدخل عليه، هذا صديقي، هذا أخوي، هذا ابن عمي، هذا خالي، هذا عمي. الأطباء ما منعوه إلا لمصلحة المريض، وأنت من محبتك للمريض ومصلحته يجب أن تتقيد بما وجه لنا الأطباء في ذلك. وأيضا إذا زرته تكون الزيارة خفيفة، دقائق معدودة، ترحب فيه وتسلم عليه وترفع معنوياته وتقول له الكلمة الطيبة. إن كان عندك كلمة طيبة قولها، إن ما كان عندك خلاص اذكر الله سبحانه وتعالى وقول له لا بأس عليك طهور إن شاء الله، وادعو الله سبحانه وتعالى 7 مرات، تقول أسأل الله العظيم رب العرش العظيم أن يشفيك ويعافيك، وتطلع وتخليه مثل يعني ما دخلت عليه من سرور، ويكون في ميزان حسناتك. ولكن بعد البعض منا إذا زار المريض يذكر المريض يقول له ترى هذا المرض اللي فيك خطير، ترى صاد فلان والحين هو تعبان جدا، أو يقول له والله شفت المرض اللي فيك ترى صاد فلان وتوفى. طبعا هذه الأمور إيش تعمل للمريض؟ تنزل معنوياته وتعمل له نوع من الخوف والعياذ بالله والقلق، وتكون ممكن تأثر على صحته من ناحية سلبية. أنت رايح ترفع معنوياته، رايح تبغي تأخذ أجر، ولا والعياذ بالله تجي وتنزل معنوياته وقد يعني يموت من خبر بين يديك بسمعه منك أنت. فنتذاكر مثل هذه الأمور، لأن زيارة المريض مهمة جدا، والوقت المناسب أيضا، والكلمات الطيبة اللي نقولها للمريض لكي نرفع معنوياته. أسأل الله سبحانه وتعالى أن يشفي مرضانا ومرضاكم ومرضى المسلمين أجمعين، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أحب اللي يحب الخير، أحب اللي يحب الخير، أحب اللي يحب الخير وأحب اللي يحبونه، أحب اللي على ما قيل يزن الحق بعيونه، أحب اللي يحب الخير وأحب اللي يحبونه، أحب اللي على ما قيل يزن الحق بعيونه. مع القرآن والسنة رب الكون يرجونه.
كمل بستان بزهورة على حسنه زهالونا يا لا 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 يا لا لا من الوحيين من شاهم راب البيت يرضونه على سنه عن البدعة تراهم ما يودونه من الوحيين من شاهم راب البيت يرضونه على سنه عن البدعة